بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معادنا مع الدرس الثالث من دروس لغة البي اتش بي. النهاردة ان شاء الله هنتعلم ازاي نعمل انستليشن للبرنامج اللي اسمه ديف بي اتش بي. هو في الحقيقة عبارة عن برنامج بمثابة اديتور، محرر لأكواد البي اتش بي، بديل لبرنامج النوت باد اللي كنت بشتغل بيه في الدرس الأول وفي الدرس التاني. كل اللي هعمله هروح على الفولدر اللي اسمه بروج. الفولدر ده موجود في الدرس الاول، عمل موجود في المرفقات. هضغط دبل كليك عليه، هلاقي فيه ملف اسمه ديف بي اتش بي. دبل كليك على الملف، هيجيب لي اللايسنس اجريمنت، هقول له اي اجري. بكون متأكد ان انا عامل علامة صح على كل ديف بي اتش بي والبي اتش بي 5 والدوكيمنت فور دوكيومنتيشن فور بي اتش بي، واقول له نيكست. هنا بيقول لي مكان البرنامج، لو حبيت اغير مكانه بعمل براوز وبغير مكانه. الافضل اخليه على السي زي ما هو موجود، واقول له نيكست، واقول له انستول. هنا بيقول لي هتعمل ران للبي اتش بي، ماشي، واقول له فينيش. هنا بيقول لي البروجكت فايل مش موجود. ايه البروجكت فايل ده؟ المقصود بيه الفولدر اللي احنا اشتغلنا عليه المره اللي فاتت واللي قبلها، اللي هو فولدر ال htdocs. هقول له اوكي. طبعا انا حفظت خلاص مكانه، هقول له موجود على السي، موجود على الاباتشي. داخل الاباتشي في فولدر اسمه ال htdocs، اقول له اوكي. هيبدا البرنامج بتاعي يشتغل. علشان البرنامج بتاعي يشتغل تمام لازم اكون متاكد ان انا عملت ران للاباتشي. طبعا احنا عارفين نعمل ران للاباتشي منين، من قائمه ستارت اول بروجرامز، بدور على برنامج البي اتش بي تريد، عملت له انستليشن في الحلقه الثانيه او في الحلقه الاولى تقريبا، وبروح اعمل ستارت للبي اتش بي من خلال الاباتشي كونسول. بختار الاباتشي كونسول واقول له عايز ستارت للبي اتش بي. يبقى انا كده متاكد ان الاباتشي بتاعي شغال تمام، بعمله مينيمايز. فاضل ان انا اربط الاباتشي بالبرنامج، اربط البرنامج اللي هو ديف بي اتش بي بالاباتشي عن طريق ان انا بقول له عايز اوبشنز، ومن اوبشنز جنرال اوبشنز، في هنا بارسر، بختار بس من البارسر، من هنا من عند البارسر ملفين، ملف اسمه البي اتش بي دوت اي اكس اي، وملف اسمه البي اتش بي دوت اني. بعمل براوز وبروح حدد مكانه. مكانه هتلاقوه على اول ملف موجود على السي جوه اباتشي جوه فولدر اسمه بي اتش بي. هقول له بي اتش بي دوت اي اكس اي، ونفس المكان اللي هو سي اباتشي بي اتش بي هلاقي في ملف اسمه بي اتش بي دوت اني. هقول له براوز، عايز السي، من السي اباتشي فولدر اسمه بي اتش بي، ملف اسمه بي اتش بي دوت اني، واقول له اوبن. وبحدد نوع البراوزر بتاعي وليكن موزيلا فايرفوكس او انترنت اكسبلورر، واقول له اوكي. هيفتح لي البرنامج بالمنظر اللي انت شايفينه. طيب البرنامج هنا فيه الملفات بتاعتي الموجوده جوه ال htdocs. بكون انا مكريت مثلا ملف وليكن ملف اللي اسمه test.php، وبكتب فيه اي جملة ابدأ اختبر بيها البرنامج، وليكن echo مثلا I like this site www.injaztech.com. مجرد بس جملة للاختبار، واقول له internal preview. الجملة ظهرت، يبقى انا كده البرنامج بتاعي شغال تمام. ان شاء الله في الدروس القادمة ان شاء الله هنشتغل على برنامج الديف بي اتش بي بديلا لل النوت باد. وخلاص احنا حفظنا الطريقة. يفضل المرة الجاية ان شاء الله هنبدأ من البرنامج على طول. مش هنقول ان شغل اباتشي تاني، خلاص احنا عرفنا ازاي نشغل اباتشي.
مش هقول ازاي اعمل configuration او اعمل settings للبرنامج، هنبدأ نكتب على طول اكواد البرنامج علشان خاطر ان شاء الله ننجز اكبر كم من الاكواد خلال الدرس القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.